بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبدئيا كده أنا عمر وكاش استماسيو جريد 11، أنا اللي هشرح منهج البيولوجي إن شاء الله. وأول ليرنينج أوت كان معانا بيتكلم عن الجينيتيكالي موديفايد أورجانيزمز، اللي هي الكائنات اللي أنا عملت لها تعديل في الجينات بتاعتها، تمام، اللي هي بنرمز برضو إليها بالجي إم أوز. نبدا في اول كونسبت معانا اللي هو بيتكلم عن الجينيتيكال موديفايد اورجانيزمز. هنتكلم في الكونسبت ده عن ايه هي الجينيتيكال موديفايد اورجانيزمز عامه، والميثودز اللي كان بيستخدمها العلماء واللي بقوا بيستخدموها عشان يعملوا جينيتيك موديفيكيشن، وناخد اكزامبلز على الكائنات اللي حصل لها بعض الكائنات اللي حصل لها جينيتيك موديفيكيشن عشان نحط فيها تريتس او حاجات احنا عاوزينها فيها. تمام، نبدا الليرنينج اوت كام معانا. مبدئيا كده ايه هي الجي ام اوز؟ جي ام اوز من اسمها كده اللي هي جينيتيكالي موديفايد اورجانيزمز. جينيتيكالي يعني ريفيرز تو جينز. ايه هي الجينز؟ الجينز دي هي سيت اوف سيكونسز او سيت اوف نيوكليوتيد سيكونس، اللي هو بيكون يعني جزء من الدي ان ايه عباره عن نيوكليوتيد سيكونس. النيوكليوتيدز اللي هي الاي والتي والسي والجي اللي خدناهم في سنه اولى، عباره عن يبقى الجين عباره عن سيكونس من النيوكليوتيدز دي. بي 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 لما اجي اعمل له كودنج انا في عمليه الترانسليشن والترانسكريبشن، ممكن يديني تريت معينه او يديني صفه معينه موجوده في الاورجانيزم ده. زي مثلا في جين مسؤول عن لون العين، في جين مسؤول عن مثلا طول الانسان، يعني في جين مسؤول عن كل صفه وكل تريت موجوده في الانسان. فالجين ده هو المسؤول عن التريتس اللي بتظهر على الكائن الحي، والجين برضه هو سيت اوف انستراكشنز فور هاو سيلز جرو اند ديفلوب. موديفايد ان انا بعمل موديفيكيشن للجين ده، يعني انا مثلا عايز لون العين يكون اخضر بدل ما لون العين هو اسود، فانا بشيل الجين. لو مثلا عندي دي ان اي ستراند اهي، فانا بشيل الجين اللي جوه الدي ان اي ستراند واحط جين تاني مكانه، بعمل له انزرشن جوه الدي ان اي ستراند، فبعمل الجين الاصلي التريشن، ببدل الجين الاصلي، فكده انا عملت موديفيكيشن للجين ده عشان احصل على ديزيرد تريت انا عاوزها. Organisms it refers to all things including bacteria or living things including bacteria and fungi. يعني مش شرط ان انا اعمل modification ل animal او plant، ممكن اعمل modification لبكتيريا fungi. لو حتى لو قدرت اتوصل للunicellular organisms واعمل لها modification، ممكن ان انا اقدر اعمل كده. المهم ان اي organism اي كان حي ممكن يحصل له genetic modification. هي من اسمها كده مكتوبة organisms. قلنا ان الجي ام اوز اللي هي الجينيتيكالي موديفايد اورجانيزمز هي انيمال او بلانت او ميكروب الدي ان اي بتاعه حصل له التريشن يوزنج جينيتيك انجينيرنج تكنيكس. فبالتالي احنا عندنا تو ميثودز او تو ديفرنت ميثودز ان انا بعمل بيهم جينيتيك موديفيكيشن. واحده بان انا استخدم الادفانسز ان بايوتكنولوجي، التطورات في البايوتكنولوجي، والثانيه ان انا استخدم الكونفنشنال ميثود ان انا بعمل بريدنج او تربيه لاورجانيزم معين عشان احصل على التريت اللي انا عاوزها تكون موجوده فيه. طيب نمسك البريدنج ميثود. البريدنج ميثودز عندي تو ميثودز في ان انا اعمل بريدنج عشان اعمل موديفيكيشن للاورجانيزم. اول ميثود معانا اللي هي سيلكتيف بريدنج، ان انا بعمل بريدنج تو جيت ديزايرد تريت. طب ازاي بعمل بريدنج؟ ان انا مثلا بيكون عندي اورجانيزم معين، فانا بعمل للاورجانيزم ده بخليه يحصل له ريبرودكشن، ينتج لي اول جينيريشن معانا، فباخد منها الاورجانيزم اللي فيه الهاي بيرسنت اوف ذا ديزايرد تريتس اللي انا اصلا بدور عليها او اللي انا بحصل عليها. فلنفترض ان هو الاورجانيزم ده اللي فيه الهاي بيرسنت اوف ذا ديزايرد تريتس، فبرضه بخليه يحصل له ريبرودكشن ويعمل لي جينيريشن تاني، يطلع لي ديفرنت اورجانيزمز او يعمل لي الجينيريشن التاني. فبالتالي انا برضو بدور على اللي فيه higher percent of the desired traits او traits اللي انا بدور عليها. لنفترض ان هو ده، هفضل اعمل العملية دي كده كالتالي generation over generation لحد ما احصل على organism فيه ال high percent او الى حد ما نسبة كبيرة جدا من ال desired traits اللي انا عاوزها. دي عملية مشابهة لل natural selection، بس ال natural selection اللي احنا خدناه في سنة أولى كان بيقول ان الكائنات بيحصل لها modification over generations، بس الطبيعه هي اللي بتعمل كده، الانسان ما بيدخلش في الحاجه دي. ولكن السلكتيف بريدنج الانسان بيكون مراقبه بعينه ومتدخل فيه تدخل كلي، او مش تدخل كلي، لا سوري، الانسان بيكون مراقب العمليه اللي بتحصل بس ما بيكونش متحكم فيه تحكم كلي. فبالتالي العلماء سموا السلكتيف بريدنج ده بالارتفيشال سيلكشن. يبقى السلكتيف بريدنج، عشان جه عليه سؤال في امتحان قبل كده بيقول السلكتيف بريدنج ايه هو الارتفيشال سيلكشن، فالارتفيشال سيلكشن ده بيعبر عن السلكتيف بريدنج. تاني ميثود معانا من عمليات من طرق البريدنج اللي هي الكروس بريدنج، اللي انا بعمل ميتنج لتو سبيشيز او تو ديفرنت اورجانيزمز توجذر تو فورم هايبريد سبيشيز. طب الكلام ده هيفيدني في ايه؟
انا لما بعمل ميتنج لتو ديفرنت اورجانيزمز ممكن يدوني الهايبريد سبيشيز دي يكون فيها التريت اللي انا عاوزها. طيب ده هيحصل ازاي؟ برضو مثلا في حاجه اسمها الكودوميننت، دي حاجه دي هندرسها في ليرنينج اوت كام 5 ان شاء الله في المندلين جينيتكس. في حاجه اسمها الكودوميننت اللي هي بيكون الكودوميننت، يعني لما بعمل ميتنج لتو سبيشيز ما بيدينيش الدوميننت سبيشيز، بيديني ميكس يعني ميكسد ريزلت ما بين الدوميننت سبيشيز والريسيسيف، سوري، ما بين الدوميننت تريت والريسيسيف تريت. فبالتالي مثلا يعني ان انا عندي زهره لونها احمر وزهره تاني لونها ابيض وانا عملت لهم ميتنج فادوني زهره لونها بنفسجي، هي ده عمليه الكو دوميننت اللي ما بينتجليش، ولا الدوميننت ما بينتجليش الدوميننت تريت زي ما مندل ما العالم مندل كان بيعمل مع البيا بلانتس. فهو هينتج لي ميكس يعني ميكسد ريزلتس، او هينتج لي ميكس يعني هينتج لي ميكس كده بين التو تريتس، ده ابيض وده احمر فنتج لي زهره عندها اللون البنفسجي. فانا ممكن عن طريق الكروس بريدنج ان انا عارف لو عملت ميتنج للاورجانيزم ده مع الاورجانيزم ده هينتج له صفه معينه، ممكن استخدم الكروس بريدنج في ان انا اعمل جينيتك موديفيكيشن او ان انا احصل على اورجانيزم فيه الديزايرد تريت اللي انا عاوزها. تمام. within the last decades however modern advances in biotechnology have allowed scientists to directly modify the DNA of microorganisms والكروبس والانيمالز، ان هم يعملوا modification لل DNA directly، just ان هم من الستراند بتاعت ال DNA يشيلوا الجين اللي هو مسؤول عن اللي هو بيعمل كودنج لتريت معينه يحطوا الجين الثاني اللي هو مسؤول عن الديزايرد تريت اللي هم عايزين يعملوا لها امبيدنج جوه الاورجانيزم ده، وهم كده عملوا الجينيتك موديفيكيشن ان هم حشوا الجين وحطوا مكانه جين ثاني بس كده. ودي مقارنة سريعة كده بين الـ two methods of modifying الـ DNA. أول method معانا اللي هي الـ conventional method، دي بيحصل فيها الـ mixed results، يعني بيحصل تريت أنا مش واخد بالي إن هي اتغيرت أو أنا مش مراقبها، فبتتغير وسط التغيرات اللي أنا عاوزها تتغير اللي أنا براقبها وأنا باخد الأورجانيزم على أساسها وأنا بربي الأورجانيزم ده على أساسها. إزاي؟ إن أنا مثلا أدي الاستراند بتاعت الـ DNA، فأنا براقب جين معين اللي هو مسؤول مثلا عن فلنفترض ان هو مسؤول عن طول معين مثلا، فانا براقب الـ 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 الجين ده وبراقب الطول بتاع الاورجانيزم في ديفرنت جينيريشنز. تمام. فبالتالي ممكن في الاستراند بتاعت الدي ان ايه الكامله دي ممكن جينز تاني يحصل لها موديفيكيشن، عشان الكلام ده بيحصل ما بيحصلش في جيل واحد او في اورجانيزم واحد، ده بيحصل اوفر جينيريشنز، فممكن يحصل التريشن او موديفيكيشن للجينز الثانيه اللي موجوده في نفس الاستراند بتاعت الدي ان ايه من غير ما اخد بالي. فهي دي الميكسد ريزلتس اللي هو بيحصل ان وونت تريتس الونج سايد ديزايرد تريتس. تمام. والتاني عيب معانا ان هو بياخد الونج اوف تايم، بتاخد الوت اوف تايم الونج جينيريشنز. تمام. دي بتاخد وقت طويل جدا، ما بيحصلش في اورجانيزم واحد او جينيريشن واحده، بتحصل في بتاخد جينيريشنز كتير عشان نحصل على الاورجانيزم اللي فيه الهاير بيرسن اوف ذا ديزايرد تريت. تمام. دي ان ايه موديفيكيشن يوزنج ادفانسد بايوتكنولوجي، ده سمح للعلماء ان هم تجنبوا المشاكل اللي بتحصل في البريدنج ميثود، ان هم تجنبوا الانونت تريتس وقدروا ان هم يعملوا موديفيكيشن ويزاوت انونت كاركترستكس الكلمه دي without unwanted traits tagging along. تمام. they can alter an individual trait without affecting gain of other traits. ازاي؟ بيكون عندي مثلا الدي ان اي ستراند، فانا بركز على جين معين باخده كده بشيله وبحط جين تاني مكانه مسؤول عن التريت اللي انا عاوزها واعمل له انزيرشن جوه الدي ان اي ستراند، فانا كده عملت جينيتك موديفيكيشن من غير ما انا استنى الجينريشنز، ما بستناش وقت يعني اللي هو اوفر جينريشنز والكلام ده كله، انا باخد جين واحط جين تاني مكانه، ودي ما بتاخدش وقت طويل زي الكونفنشنال ميثود. تمام. جينيتك انجينيرنج تو ميك جي ام اوز كروبس فارم انيمالز سويل بكتيريا ار 3 كومن يوزز اوف جي اي ان جي ام اوز، الجينيتك انجينيرنج يعني. تمام. ازاي؟ الاكزامبلز بتاعت الجينيتك موديفيكيشن اللي حصلت مع في البلانت زي الكوتون بلانت مثلا اللي هو بيستخدم في ان انا بعمل بيه تيشيرتات او ملابس، انا بقى بشيل منه جين معين، العلماء قدروا ان هم يشيلوا جين معين في الكوتون بلانت ويحطوا مكانه الجين اللي هو مسؤول عن البيست ريزيستنت،
عشان هم يعلوا اليلد بتاع الكوتن بلانت، عشان هم يوفروا الكوتن ده عشان نستخدمه. فبالتالي هم شالوا الجين اللي هو مسؤول عن اللي ما بيقدرش ما بيكونش عنده ريزيستنس للبيستس او الانسكت، وحطوا مكانه الجين اللي هو المسؤول عن البيست ريزيستنس. فبالتالي الكوتن ده بيجي عنده بيست ريزيستنس واليلد زاد، وقدرنا ان احنا نحصل على جينيتيكالي موديفايد كروب. تمام. البكتيريا ممكن يحصل لها موديفيكيشن برضو عشان تنتج لنا لايف سيفنج ميديسنز. دي ده في الميديكال فيلد. تمام. ان انا بعمل موديفاينج للبكتيريا عشان احصل على لايف سيفنج ميديسنز زي الانسولين. طب ازاي؟ البكتيريا دي جواها بلاسميد. ايه هو البلاسميد ده؟ البلاسميد ده عباره عن سيركلر دي ان ايه، وما بيكونش فيه جينز كتير زي الكروموسومز او الكروماتين. والسيركلر دي ان ايه ده، انا بعمل له كات بريستريكشن انزيم. الكلام ده كله هنحكي عنه باستفاضه في ليرنينج اوت كام 2، بس خلينا ناخد نظره عامه كده عن الموضوع. ان انا بعمل مثلا بعمل كاتنج للبلاسميد ده، هو بيكون سيركل، فانا بعمل لها كات بريستريكشن انزيم، وبعمل للجين المسؤول عن الانسولين، الجين المسؤول عن ان هو يعمل كودنج، بعمل له ترانسليشن ان هو يترجم للانسولين بروتين. باخد الجين ده بعمل له كات بنفس الريستريكشن انزيم عشان الاثنين يركبوا على بعض، عشان الاثنين يكونوا يركبوا في بعض، فاهمين ازاي؟ فانا بعمل كات للبلاسميد وبجيب الجين المسؤول عن الانسولين، وبيكون فبينتج عندي كده اللي هو الريكومبيننت بلاسميد، بيكون عندي ده البلاسميد والجين بيكون وسطيه كده يعني اللون، وادي الجين بيخش جوه البلازمت كده بعد ما انا عملت عمليه الكاتنج والانسيرشن للجين جوه البلازمت. وباخد البلازمت ده بحطه جوه بكتيريا، فلنفترض ان دي البكتيريا سيل. البكتيريا دي بيبدا يحصل لها باينري فيجن او ايا كانت الطريقه اللي هي تعمل بيها الريبرودكشن. فبالتالي هي وهي بيحصل لها نسخ او ريبرودكشن، الجين المسؤول عن الانسولين او الجين اللي هو بيعمل كودنج الانسولين هيحصل له نسخه برضو مع البكتيريا. فبالتالي انا هحصل على كوبيز كتير جدا او ديفر او كلونز للجين اللي هو مسؤول عن ان هو يعمل كودنج الانسولين. فبالتالي انا استخدمت البكتيريا في الميديكال فيلد ان انا وفرت اللايف سيفنج ميديسنز اللي انا بعمل بها تريتمنت، او اللي انا بستخدمها كتريتمنت لبعض الامراض زي مرض الدايابيتس. ممكن اعمل برضو استخدم البكتيريا في ان انا اعمل نسخ الجين معين، مش للانسولين بس، ممكن استخدمه عشان في علاجات كتير جدا منها، بس اكزامبل يعني منها او مثال منها اللي هو الانسولين. تمام. A lot of GM crops are ate by us every day. زي ايه مثلا؟ زي ايه الجينيتيكال موديفايد كروبس اللي احنا بناكلها كل يوم؟ جينيتيكال موديفايد كروبس زي مثلا الرز الاصفر. الرز الاصفر ده عباره عن جينيتيكال موديفايد كروب، احنا بناكله كل يوم واحنا مش حاسين ان هو جينيتيكال موديفايد كروب. طب ايه اللي حصل في الرز الاصفر ده؟ الرز الاصفر ده عباره عن رز ابيض عادي، بس حصل له موديفيكيشن بان انا حطيت جواه الجين المسؤول عن الفيتامين ايه. الرز الاصفر ده يحتوي على الفيتامين اللي هو مسؤول عن الهيلثي فيجن او الرؤيه الصحيه اللي احنا بنشوفها. فبالتالي طب ليه احنا بنعمل كده؟ في ناس بتكون مثلا ما بتاكلش اكل فيه اللي هو الاكل اللي فيه فيتامين ايه، فبالتالي احنا بنعمل الموديفيكيشن للرز عشان هم ياكلوا الرز او يحصلوا على الفيتامين ايه اللي هو يعني بينقصهم من باقي الحاجات اللي هم ما بياكلوهاش. تمام. فايه اللي بيفرق الرز الابيض عن الرز الاصفر؟ ان الرز الاصفر حصل له جينيتك موديفيكيشن وبيحتوي على الفيتامين اللي هو مسؤول عن الهيلثي فيجن. تمام. جي ام اوز ان ذا فيوتشر. ان ذا فيوتشر جي ام اوز ار لايكلي تو كونتينيو بلاينج ان امبورتنت رول ان بايوميديكال ريسيرش. جي ام او فود may provide better nutrition and perhaps even be engineered to contain medical compounds زي ما قلنا الانسولين مثلا. عشان معلومه كده ان الجي ام اوز دي مش كل الناس واثقه ان هي هيلثي وسيف ان هي يعني تتاكل، فاهمين ازاي؟ ممكن يقولوا في ناس شاكه ان هو ممكن يعمل اضرار مثلا او مخاطر على صحه الانسان عشان هي حاجه خاصه بالجينات وبيخش فيها الجينز، فالناس بتخاف ان هي تاكلها. فهو هنا بيقول لك if GMOs can be shown to be safe and healthful consumer resistance to these products will most likely decrease. يعني لو 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 الجي ام اوز حد قدر يوضح ويثبت بطريقه يعني كليه ان هي سيف وهيلثفول ان احنا ناكلها، الكونسيومر ريزيستنس اللي هو ان الكونسيومرز ما يشتروش الحاجات دي او ما يستهلكوش الحاجات دي او ينفروا منها، فبتقل، بيحصل لها ديكريز.
تاني كونسبت معانا نتكلم فيه عن ال beneficial characteristics of GMOs، هنتكلم عن ال الاستخدامات بتاعة ال genetic engineering في إن أنا أعمل genetically modified organisms، وإزاي يعني نستخدم الحاجة دي في إيه. GMOs أو genetically modified organisms بنستخدمها في إيه؟ ال GMOs were and continue to be developed to help farmers with their crops، إن هما بيخلوا الفارمر يبروديوس higher yield للكروب ده and to produce safer more consistent medicines and vaccines. زي ما قلنا إن البكتيريا ممكن تستخدم إن إحنا نعمل life saving medicines زي الانسولين اللي هو بيستخدم كتريتمنت لمرض الدايابيتس، ممكن برضه تستخدم ان احنا نعمل فاكسينز زي المثالين اللي هنتعرف عليهم قدام اللي هو في فاكسين بيتعمل للهيباتيتس بي، وده بيحصل برضه عن طريق البكتيريا. تمام. Some GM plants are resistant to certain herbicides making weed control easier and more efficient. يعني بدل ما انا اعمل او ارش او اعمل سبراينج الويد كيلرز، في بعض الجي ام بلانتس عندها ريزيستنت اصلا للهربسايدس وللويد ده، فبالتالي ده بيخليني بيسمح لي ان انا اعمل ليستلج، ان انا اخرط الارض. هو ليه اصلا بيعملوا حراسه للارض او بيحرطوا الارض؟ عشان يشيلوا الحشائش اللي هي الضاره اللي موجوده في الارض، عشان يبداوا يزرعوا محصول جديد، يعني عشان ما يضرش يعني المحصول الجديد. فبالتالي هيعمل لي ليس سويل اروجن اللي كان بيحصل لما انا كنت بعمل حراسه الارض على طول. تمام. other create an internal defense، يكون في دفاع داخلي في البلانت اللي هو بيعمل repels only particular insects that would destroy the crop، يعني بي repel الانسكت اللي هي بتستروي ذا كروب، بس ما بيعملش repulsion للانسكت اللي هي بتعمل pollination. this means the less insecticide application، يعني انا ما بعملش spraying insecticides كتير. What does the future hold? GMOs are being tested for enhanced nutrition. بيقول لك ان هي عمل لها تيست لل enhanced nutrition. تمام. اول حاجة عندنا، تاني مثال عندنا يتمثل في بلانتس، بيقول لك ان الجينيتيك اللي بيفاد بلانتس، بيقول لك ان ال 90% من الكورن والصويبين اللي هو فول الصويا اللي بنستخرج منه زيت الصويا لو عارفينه، والشوجر بيتس اللي بتشتريها من السوبر ماركت اصلا دي عباره عن جي ام اوز. طيب ايه الادفانتج بتاعت الجي ام كروبس؟ بيقول لك ان الادفانتج بتاعت الجي ام كروبس ان هي عندها بروديوس هاير ييلد، يعني بيكون الانتاجيه بتاعتها اعلى، عشان اصلا بنتخلص من الحشرات والحاجات اللي والويد اللي بيأثر على اليلد اللي بيكون اصلا بيأثر على اليلد بتاع البلانت. تمام. بيقول لك ان هي هاف لونجر شيلف لايف، يعني عندها حياه تخزين اعلى. يعني لو جبت مثلا جي ام بلانت وجبت نفس البلانت بس مش معمول له جينيتيكال موديفيكيشن وخزنتهم، انه اللي هيبوظ الاول او انه واحد اللي هيبوظ اسرع اللي هو مش معمول له جينيتيك موديفيكيشن. تمام. بيقول لك ان هي ريزيستنت تو ديسيز اند بيست، عندها ريزيستنس للامراض والحشرات، وتيست بيتر يعني طعمها احلى طبعا، والدليل ان احنا الرز الاصفر احلى من الرز الابيض، كلنا طبعا متفقين على كده. كايندر تو ذا انفايرمنت از كونفينشيالي جروين كروبس از ات دازنت نيد بيستسايدز تو جرو وذ هاي كواليتي، يعني هي الطف او احسن للانفايرمنت عشان هنا ما بتحتاجش البيستسايدز اللي احنا بنستخدمها عشان نقضي على الحشرات اللي هي بتاتاك البلانت ده، عشان يدينا هاير ييلد. البلانت بيجي عنده اتس اون ريزيستنس تو ريزيست ذيس بيست. تمام. والبنفيتس دي هي مفيده لكل من الفارمرز والكونسيومرز، مفيده للفارمر عشان هي بتدي له هاير ييلد وبتعلي الربح بتاعه، مفيده للكونسيومر عشان بتدي له طعم احلى وبيكون عنده هاف لونجر شيلف لايف عشان الحاجات دي ما بتبص بسرعه، والكونسيومر برضو لما يحصل هاير ييلد وهاف لونجر شيلف لايف فبالتالي الاسعار هتقل، فبالتالي دي فايده للكونسيومرز. تمام. ده الكورن كروب. في الاستعدادات اللي فاتت ان البكتيريا ممكن تستخدم ان احنا نعمل جينيتك موديفيكيشن للبلازميد بتاعها عشان ننتج لايف سيفنج ميديسنز زي الانسولين مثلا اللي حكينا عنه في الاستعدادات اللي فاتت. طب ازاي الانسولين بيتعامل من البكتيريا، بيحصل له كلوننج زي ما حكينا في الاستعدادات اللي فاتت؟ برضو بيكون عندنا الهيومن انسولين جين وبنعمل له انزيرشن جوه البلازميد، بعدين بنخلي البكتيريا اللي هو بعد ما نحط فيها البلازميد اللي contains دي ان اي فروم ديفرنت اورجانيزمز بتكون اسمها ريكومبيننت بكتيريا، بنخليها يحصل لها ريبرودكشن، فبالتالي احنا عملنا نسخ من الجين اللي هو مسؤول عن الانسولين، فبالتالي احنا زودنا اللايف سيفنج ميديسينز اللي احنا محتاجينها.
وده بيتكلم عن الطرق اللي بتعمل نسخ للهيومن انسولين جين جوه البكتيريا عشان تستخدم كتريتمنت للديابيتيك للديابيتس او للديابيتيك بيشنتس. تمام، زي ما قلنا في اول سلايد في الكونسيبت ده ان الجي ام اوز او البكتيريا ممكن تستخدم ان هي تعمل بروديوسنج لللايف سيفنج ميديسينز او تعمل بروديوسنج للفاكسينز. تعرفنا على اللايف سيفنج ميديسينز وخدنا اكزامبل عليها اللي هو الانسولين، دلوقتي هنتكلم عن الفاكسينز والجي ام اوز. تمام، الفاكسينز ممكن تستخدم ان هي تعمل بريفنتنج للديسيزز او تستخدم كفاكسين ضد مرض معين. طيب ايه الاكزامبلز بتاعت الفاكسينز اللي اتعملت من البكتيريا؟ واحد اجينست، وان اجينست كوليرا، مرض اسمه الكوليرا، وان اجينست هيباتيتس بي. ادي الفاكسين بتاع الهيباتيتس بي معمول اصلا من البكتيريا، من الريكومبيننت بكتيريا. تمام، جينيتيكالي موديفايد فود، الكونسيبت ده بيتكلم عن الجينيتيكالي موديفايد فود بصوره اوسع شويه عن السلايدات اللي فاتت. كلمه موديفايد كروبس او جي ام كروبس هي عباره عن بلانت الدي ان ايه بتاعه حصل له موديفيكيشن through genetic engineering techniques embedded for embedding a new trait، ان احنا نعمل جواه نزرع جواه trait معينه او صفه معينه احنا عاوزينها تكون موجوده فيه، اللي هي ما بتحصلش طبيعيا في الـ في الـ في البلانت ده، اللي هي doesn't occur naturally in the species. طيب ايه الميجور كروبس اللي بيحصل لها genetic modification؟ زي ما قلنا الكورن والسويبين والكوتن والكانولا. The growing GM crops is a partial solution to the problem of higher demand of food after the sharp increase in the human population. يعني بعد ما حصل sharp increase في human population وهم بيجوا عايزين طعام أكتر، فإحنا ممكن نعمل genetic modification لل different crops عشان تدينا higher yield، إن هي تقدر تعمل covering للsharp increase أو للproblem بتاعت sharp increase في human population. تمام؟ The GM crops هي foods produced from using GMOs. دي حاجة قلناها برضو. United States, Argentina and Brazil produced about 90% of these crops. يعني الكروبس اللي احنا حكينا عنها اللي هي الكورن والسويبين والكوتن والكانولا، الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل بينتجوا 90% من الكروبس دي، و 90% من البلانتس دي عبارة عن جينيتيكال انجينيرنج. يعني الجينيتيكال انجينير يعني 90% من 90% اللي هما بينتجوها للدول دي بتكون اصلا جينيتيكال انجينير. تمام، وانديا برضو بتستخدم الجينيتيك موديفيكيشن في ان هما يعملوا بيت كوتون اللي هو عنده ريزيستنس لل للبيست. اكزامبلز اوف جي اي ان كروبس، هناخد ديفرنت اكزامبلز للجينيتيك انجينيرنج اللي استخدمناها عشان نعمل جينيتيكال موديفايد كروبس. Pesticides and GE. The problem، أول حاجة هنستخدمها اللي هي ال pesticides والgenetic engineering. The problem إن أنت لما يكون عندك crop، الكروب yield ممكن يحصل له negatively affected، بيتأثر بالسلب because pests like insects damage the crop. ال pests زي مثلا الحشرات ممكن تعمل damaging للكروب. Traditionally farmers have sprayed their crops with pesticides to kill the insect pests. الفارمرز طبعا بيعملوا بيرشوا البيستسايدز بتاعتهم بتكون مكونه من كيميكالز وحاجات كده ضاره على البلانت. طب ايه الكونسيكونسز بتاعت السبراينج بيستسايدز دي؟ الكونسيكونسز ان انت دي تايم ويستنج واكسبنسيف، الكيميكالز دي بتكون غاليه، لو حد عنده زرعه مثلا في البيت او حاجه زي كده اكيد شاف الحوار ده يعني. اوفن هارمفول تو فارم وركرز ان كونتاكت وذ ذا بويزنز، عشان هي اصلا سموم، فبالتالي الفارم وركر اللي بيشتغل في الحاجات دي ممكن يصيبه ضرر بسبب ان هو بيشغل في الحاجات دي. بيستسايدز كيل يوسفول انسكتس لايك بولينيترز، البيستسايدز دي ممكن تقتل انسكتس هي مفيده زي البولينيترز اللي بتستخدم في عمليه البولينيشن اللي بتنقل حبوب اللقاح من من البلانت الذكر للبلانت الانثى عشان يحصل ريبرودكشن في البلانت او البلانت يقدر يتكاثر. تمام، ات كان هارم اذر انيمالز لايك ذات ايت انسكتس، ممكن تضر بعض الانيمالز او بعض الحيوانات اللي هي بتتغذى على الحشرات. Spraying pesticides also damage the soil and water in the environment. إن أنت ترش البستايدز دي بتعمل damaging للسويل عشان هي عبارة عن chemicals، وبتعمل damaging للwater اللي موجودة في الانفايرومنت. إيه الحل اللي استخدموه عشان يتغلبوا على مشكلة spraying pesticides دي؟ هم عملوا genetic modification للكروبس دي بحيث إن هم خدوا جين من بكتيريا اسمها Bacillus thuringiensis بتخلي السيل
تعمل انسكتسايد ضد او بيقتل الحشرات اللي هي بتهاجمها، ممكن تسبب لها ضرر او تقلل اليلد اللي هي بتعمله. فالجينيتك موديفيكيشن ده قلل او reduces the need for chemical pesticides، قلل الاحتياجية ان انا ارش الكيميكالز دي، فبالتالي هو قضى على المخاطر اللي بتسببها الكيميكالز دي على الووتر والسويل الموجودين في الانفايرومنت بتاعتنا. صورة موضحة البكتيريوم اللي احنا بنعمل منها اكستراكشن للجين المسؤول عن الانسكت ريزيستنس، وادي البي تي توكسين كريستال اللي هي مسؤولة عن ان هي تسم الحشرات دي، وادي يعني تركيب البكتيريوم كلها. وادي صورة موضحة لما البلانت ده بيكون محصول له جينيتك موديفيكيشن، فبالتالي اول ما حشرة تقف عليه وتحاول ان هي تاتاك الليفز بتاعت البلانت، فبالتالي بيحصل لها ايه؟ بتموت على طول، لان البلانت ده معمول له جينيتك موديفيكيشن للانسكت اللي بيجي عنده انسكت ريزيستنس. تمام. وتاني مشكله معانا من المشكلات اللي بنستخدم فيها الجينيتك انجينيرنج عشان نحلها هي مشكله الويدز اللي هي الاعشاب الضاره اللي بتكون وسط النبات. لما بيكون عندي نباتات كتير مثلا زي الذره او غيرها، بيكون في اعشاب صغيره جدا موجوده تحت النبات، مع بتكون بتشارك كده في السويل، بتشارك في النيوتريشن اللي موجود في السويل، فالحاجات دي بتكون ضاره للنبات وبتاثر على اليلد بتاعه. طيب نقرا البروبلم كده. The growth of weeds in fields reduces the yield of crops، بتنقص اليلد اللي هو بتاع المحصول عشان هي بتاثر عليه بالسلب طبعا. Because the weeds compete، بتنافس مع الكروب for water and light and minerals in the soil. Farmers can spray their field with weed killers but this may also damage the environment or even the crop plants themselves. يعني هما ممكن يرشوا حاجات هي بتقضي على الويدز دي، بس دي ممكن تكون ضاره للسويل نفسها زي ما حكينا في البيستسايد، ممكن تكون ضاره للبلانت نفسه، وممكن تكون ضاره لينا احنا بعد ما ناكل البلانت ده. فايه السولوشن؟ ان احنا نستخدم الجينيتك انجينيرنج تكنيكس، ان احنا نمسك الكروبس دي نعمل لها جينيتك موديفيكيشن عشان تكون resistant to weed killers، يعني بتكون عندها resistance للweed killers اللي الحيوان ده بيرشها. ف الويدز بس هي اللي هتتأثر أو تقتل بواسطة الويد كيلرز اللي بيرشها للفارمرز عشان يتخلصوا من الويدز دي. سو الهاي ييلد كان بي أجيند عشان الويدز دي هتموت، وهيفضل البلانت بس هو اللي مستقل بالغذاء اللي موجود في التربة واللايت والمينرالز اللي موجودة في السويل، ويقدر يعيش حياته عادي. المشكلة معانا اللي احنا نقدر نستخدم فيها الجينيتك انجينيرنج تكنيكس عشان نقدر نحلها هي مشكلة البيتا كاروتين والرايس، اللي هو مشكلة الفيتامين ايه. المهم الكاروت هيلب سيود سي ان ذا دارك. حد سمع الجملة دي حتى بالعربي؟ سمعها من باباه ومامته يقول له كل جزر عشان تشوف في الضلمة، واحنا كنا بنصدق باباه واحنا صغيرين فنروح ناكل جزر كتير. المهم الجزر ده اللي هو الكاروت از جود سورس اوف فيتامين ايه. ايه هو الفيتامين ايه ده؟ الفيتامين ايه ده عباره عن فيتامين اسينشال فور هيلثي فيجن، هو مهم عشان عشان النظر. يعني ايه البروبلم؟ طيب البروبلم ان احنا عندنا كومن كانتريز عندها ديفيشنسي في الفيتامين ايه، بسبب ان بعض الناس عاملين دايت بان هم ياكلوا حبات رز وفريش فروت اند فيجيتابلز، ما بياكلوش غير كده، ما بياكلوش الحاجات اللي هي فيها فيتامين ايه. فبالتالي احنا نحط الفيتامين ايه ده، او نخلي الحاجات اللي هم بياكلوها هي برضه سورس للفيتامين ايه. طيب نشوف السولوشن تو اوفركم فيتامين ايه ديفيشنسي. رايس هاز بين جينيتيكلي موديفايد، حصل له جينيتيك موديفيكيشن تو كونتين بيتا كاروتين، البيتا كاروتين which is used in the body to make vitamin A. البيتا كاروتين ده بيستخدم بواسطة الجسم عشان يعمل لنا فيتامين A. This gives the rice a yellow color and it's known as golden rice، اللي هو الرز الأصفر. Golden rice contains extra nutritional benefits than grown rice. يعني الرز الأبيض أو الرز الأصفر عنده فوائد غذائية أكتر من الرز الأبيض، عشان هو بكل بساطة إن هو عنده فيتامين A اللي هو مسؤول عن الهيلثي فيجن، لكن الرز الأبيض ما عندوش فيتامين A. بيوضحوا الوايت رايس والجولدن رايس، ودي السورسز اوف بيتا كاروتين اللي هو مسؤول عن ان هو يعمل فيتامين A اللي مسؤول عن الهيلثي فيجن. السويت بوتيتو اللي هي البطاطا عندها اعلى نسبه من البيتا كاروتين والكاروت والمورينجا ده مش عارف ايه هو بس ما علينا. سكواش اللي هو التين والتوميتو برضو فيها نسبه،
والجولدن رايس معمول له جينيتك موديفيكيشن بس ستيل يحتوي على نسبة من الفيتامين ايه اللي مسؤول عن الهيلثي فيجن. ننتقل للادفانتج بتاعت الجي ام كروبس. طبعا اي حاجة في الدنيا اي حاجة ليها ادفانتج وديس ادفانتج. ايه الادفانتج بتاعت الجي ام كروبس او الجينيتيكالي موديفايد كروبس؟ اول حاجه عندنا اللي هي بتعمل انهانسنج للفارمرز برودكشن اند انكريز هيز انكم، يعني بتزود، مش احنا قلنا ان هي بتبروديوس هاير ييلد، فبالتالي هي هتعمل انهانسنج او تعزيز للفارمرز برودكشن، هتدي له برودكشن عالي وهتزود الدخل بتاعه اللي هو اتس انكم او هيز انكم. ات بتدوس ذا يوز اوف بيستسايدز اند انسكتسايدز، بالطريقه دي هي كايندر تو ذا انفايرمنت، هي بتقلل استخدامات البيستسايدز والانسكتسايدز. وممكن تفيد الرابيدلي انكريزنج او تو اوفركم المشكله بتاعت الشارب انكريزنج في الهيومن بوبيليشن اللي هم محتاجين هاير ييلد، فبالتالي هي بتوفر الهاير ييلد ده اللي يتغلب على الدراماتيكالي انكريزنج في الهيومن بوبيليشن. تمام. رابع ادفانتج معانا اللي هي ات كان بروديوس مور ان سمول اريا اوف لاند، دي تسمى الدنسيتي بتاعت الكروب، هي ممكن تعمل انتاجيه اعلى في سمول اريا اوف لاند. يعني مثلا النبات اللي مش معمول له جينيتك موديفيكيشن ممكن تلاقي قطعه ارض 2 متر فيها مثلا ولنفترض لو هو مثلا ذره هتلاقي 10 عدان ذره مثلا، مثلا هو اكتر من كده طبعا بس نفترض لو هي معمول لها جينيتك موديفيكيشن ممكن تلاقي في متر واحد، متر واحد ارض يعني ممكن تلاقي 15، فبالتالي هي بتزود النسبه اللي مزروعه في سمول اريا اوف لاند، يعني بتزود الكثافه عامه. Some GM crops are found to be weather tolerant like corn and strawberries. Weather tolerant اللي هي بتنافس او بتتكيف مع عوامل الجو او عوامل الطقس. تمام. خش في الديس ادفانتج بتاعت الجينيتيكال موديفايد كروبس. واول حاجه معانا ان البرودكشن بتاع الجينيتيكال موديفايد كروبس ممكن يمثل مخاطر او هاي ريسك تو ديسربشن اوف ايكو سيستم، يعني بيمثل مخاطر على الايكو سيستم زي الديسربشن بتاع الايكو سيستم او البايودايفرستي، ممكن يدمر البايودايفرستي بكل بساطه لان البيتر تريتس اللي حصل لها برودكشن من الجينيتيك انجينيرنج تكنيكس جوه الاورجانيزم ده ممكن تؤدي لان الجين ده يعمل عمليه اسمها فيفورنج اوف وان اورجانيزم. لو حد سمع فيديو الدحيح اللي كان بيتكلم فيه عن الجينات وازاي بتنتقل من جيل للجيل التالي، فكان بيقول ان انت كبني ادم كده على بعضك الجين انت ما تهموش في حاجه، اهم حاجه للجين اللي موجود فيك ان هو ينتقل للجيل التالي، جاست ان هو انتقل للجيل التالي فغور انت انا مش عايزك. فهي دي اللي هو فيفرنج اوف ان اورجانيزم، ممكن لما الجين يلاقي ان اورجانيزم معين زي مثلا بلانت عنده بيست ريزيستنس او عنده ويد ريزيستنس لان هو يقدر يواجه الويدز اللي هي بتعمل معاه كومبيت في النيوتريشن اللي موجود في التربه، فبالتالي هو هيفضل ان هو يقعد في الاورجانيزم ده، فبالتالي دي ممكن تعمل ديسربشن للناتشرال بروسيس اوف جين فلو. ان ايه هي الناتشرال بروسيس اوف جين فلو؟ ان الجين ممكن ينتقل من بوبيليشن او اليه، فبالتالي الفيفرنج اوف ان اورجانيزم ممكن تؤدي الى ان هي تعمل ديسربشن للبروسيس دي. تمام. تاني حاجه معانا ان هي ممكن تعمل انكريزنج الكوست اوف كالتيفيشن، ممكن تعلي كوست الزراعه، فبالتالي الفارمرز او الناس اللي هم بيبيعوا المحاصيل دي يعني ممكن يعملوا امورال بروفيت، ان هم يفرضوا ارباح غير اخلاقيه وارباح عاليه جدا بسبب ان هم استغلوا فكره ان دي جي ام كروبس وكده، فممكن يعمل ياخدوا من الـ من الـ من الـ من زراعه المحاصيل دي ارباح غير اخلاقيه. تمام. The transgenic crops endanger not only farmers but also the trade and the environment as well. It's biologically altered, hence biotic foods may pose a human health risk. يعني just ان هي معمول لها alteration للدي ان ايه او الجين اللي جواها، فبالتالي ممكن ان هي تمثل higher risk على high risk على الهيومن هيلث، لان ممكن اي نيوكليوتايد في الجين اللي انت هتعمل له انزيرشن ممكن لو حصل غلط او حصل اي خطا يعني وانت بتعمل عمليه الجينيتك موديفيكيشن دي، ممكن ان انت بدلت حتى لو النيوكليوتايد واحده ممكن الجين بدل ما كان بيكود للتريت اللي انت عايزها ممكن يكود لديسيز معين، او ممكن يكود لحاجه ممكن تكون مثلا تقتل الاورجانيزم ده، ممكن تكون بويزن او حاجه زي كده، فدي بتمثل هاير ريسك على الهيومن هيلث. تمام. اخر حاجه معانا ان الاكسسيف برودكشن اوف جينيتيكالي موديفايد فودز
ممكن ان هو يخلي البكتيريا او الـ او الـ 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 البيستس اللي هي اللي احنا بنواجهها اصلا وعاملين لها سموم اللي هي تسمها، ممكن تخلي البيستس دي تعمل او تديفلوب ريزيستنس توورد الزم، جاست ان البيستس دي اتعرضت للتوكسين ده لعدد كبير جدا، وعدد كبير جدا من البيستس ماتوا منه، فبالتالي ممكن ان البيستس تعمل ريزيستنس تجاه التوكسين ده اللي هو بيعمل بيست ريزيستنس. تمام، على الجيم كروبس، الجي ام اوز ان اجريكلتشرال بايوتكنولوجي. اول حاجه عندنا الصوي بين، عملنا له جينيتك موديفيكيشن خليناه عنده هربسايد توليرانس، والكورن عملنا له جينيتك موديفيكيشن خليناه عنده انسكت ريزيستنس، عن طريق ان احنا خدنا بروتين من البكتيريا اللي اسمها باسيلوس ثورنجينسيس دي وحطيناه جوه الكورن، فبيجي عنده ريزيستنس للانسكت. والكانولا عملنا لها جينيتك موديفيكيشن خليناها او عملنا التريشن للفاتي اسيد كومبوزيشن اللي موجود فيها. البلو عملنا له جينيتك موديفيكيشن بان احنا عملنا له بان احنا خليناه عنده فيروس فايرال ريزيستنس، عنده ريزيستنس تجاه الفيروسز. يعني عندنا امثله للبرودكتس اللي هي ستيل ان ديفلوبمنت زي الرايس مثلا، اللي هم بيحاولوا يعملوا له جينيتك موديفيكيشن عشان، او عملوا له جينيتك موديفيكيشن عشان يكون عنده فيتامين انريتشمنت زي الفيتامين ايه مثلا اللي مسؤول عن الهيلثي فيجن، والتوباكو عايزين يعملوا له جينيتك موديفيكيشن عشان يكون عنده فاكسين زي مثلا الفاكسين اللي هو ضد الهيباتيتس بي، والميز اللي هي الذره اورال فاكسينز، والكهو سلمون عشان يعمل فاستر ماتشوريشن عشان يقدر ان هو يعمل كفر للبروبلم بتاعه الشارب انكريس في الهيومن بوبوليشن. تمام، واخر حاجه هنتكلم فيها اللي هي الكونسيكوينسز اوف جي ام اوز، نشوف الاثار اللي بتعملها الجينيتيكال موديفايد اورجانيزمز على الهيومن وعلى الانفايرمنت. الكونسيكوينسز اوف جينيتيكال موديفايد اورجانيزمز على الانفايرمنت، اول حاجه ان هي ممكن تافكت البايو دايفرستي زي ما حكينا في الاستعداد اللي فاتت، عمليه ان هي ممكن تعمل ديسربشن لعمليه الجين فلو، ممكن تعمل فيفرنج اوف ان اورجانيزم. تمام، كروس بولينيشن والاذر بلانت، اي بلانت ممكن يحصل له سيلف بولينيشن ان هو يعمل بولينيشن مع نفسه، بيكون في التور برودكتيف اورجانز بتوع البلانت في نفس الفلاور، في نفس الفلاور يعني بيكون في الستامين والبيستل، بيكون يعني نفس بيكون التو ريبرودكتيف اورجانز موجودين في نفس الفلاور، فبيعمل سيلف بولينيشن مع نفسه. لكن ممكن البلانت ده اللي هو الجينيتيك موديفايد بلانت يعمل كروس بولينيشن مع النون جي ام او بلانت، فبالتالي هيدينا ايه، هيعمل كونتامينيشن للنون جي ام او بلانت وللاورجانيك كروبس اللي هي ممكن يعمل معاها الكروس بولينيشن. تمام، انكريز دي سوبر ويد اللي هو الويد اللي عنده ريزيستنس للويد كيلرز اللي بيرشها الفارمر، push her loom crops into extinction يعني ممكن يخلي الكروبس الأصلية اللي هي الانديجينوس كروبس اللي جاية من اللي هي أصلية يعني ممكن يخليها تنقرض، عشان ان احنا بنعمل جينيتيك موديفيكيشن، فبالتالي هو يعمل ميتنج مع الكروبس التانية فينتج لنا حاجة مختلفة عن ده وده، فبالتالي ممكن يعمل pushing her loom crops into extinction. تمام، creates a nutrient deficient soil ممكن يعمل سويل عندها نيوترينت ديفيشنت بسبب ان الجينيتيك موديفايد الكروب ده ممكن ينمو بسرعه اكبر او بيكون في كثافه عاليه في التربه، فبالتالي ممكن يخلي التربه دي عندها ديفيشنت في النيوترينت بسبب ان هو استخدم نيوترينتس كتير يعني منها. كل انسكت يعني ممكن ان هو يقتل الانسكتس اللي بتعمل عمليه البولينيشن في الكروس بولينيشن بين البلانتس. الكونسيكونسز بتاعت الجينيتيك موديفايد كروبس او الجينيتيك موديفايد اورجانيزمز عامه على الهيومن هيلث، اول حاجه ان هي ممكن تعمل انكريزنج للتوكسيسيتي. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيقول لك ان الجي ام اوز ار انهيرنتلي انستابل عشان الايفوليوشن بياخد مليونز اوف ييرز عشان يعمل دي ان اي تشينج اللي الجينيتيك موديفيكيشن ممكن يعمله في فيو دايز. طيب ده ممكن يؤدي يعني للجينيتيك ستراكشر اوف ذيس اورجانيزمز انستابل، بيخليها انستابل بحيث ان في اي وقت ممكن يحصل ايرور في الدي ان اي بتاعها اللي هو ممكن يكون هارمفول تو ذا هيومن هيلث. ذا بروسيس اوف جينيتك موديفيكيشن از تو ريسك يعني تسبب خطر كبير جدا على صحه الانسان، لان اي سمول ايرور ان ذا دي ان اي ممكن نخلي الاورجانيزمز دي ممكن انسان او حيوان زي السلمون مثلا زي الاسماك ممكن يخليها توكسيك فور هيومنز. This process can increase toxicants like pesticides, insecticides and heavy metals. تمام؟
ممكن يتسبب او يتسبب على صحة الانسان اللي هو ممكن يسبب كانسر. بيقول لك ان الجي ام اوز هاف اولسو بين لينكد تو انكريزس ريسك اوف مالتيبل تايبس اوف كانسر putting viral protein promoters and carriers along with bacterial DNA strands into food and then not even bothering to check how this affects human health isn't exactly a smart thing to do. يعني انت تحط viral protein promoters او carriers مع DNA strand في food بعد كده ما تكلفش نفسك ان انت تتشيك الافكت بتاع الهيومن تشوف ان هي بتأثر عليه ولا لا، دي مش السمارت thing to do. طيب هو بيقول كده ليه؟ عشان في تجربة حصلت سنة 1993 او حاجه حصلت سنه 1993 ان ال FDA in the USA approved genetically modified bovine growth hormone RBGH او بيرمز ليه بال RBGH اللي هو ال BGH دي اللي هي bovine growth hormone be used on cows to produce more milk. يعني كان بيستخدم في للبقر عشان ان هي تعمل producing more milk. This was declared completely safe by the FDA and approved for human consumption. يعني ال FDA قالت ان هو safe وكويس عادي الهيومن يستهلكوه. Next Canada and Europe both declared RBGH to be unfit for human consumption since it was found that RBGH caused an increase in a hormone called IGF-1. يعني ال RBGH ده بعدين كندا وأوروبا أقروا إن هما ممكن يعملوا increasing الهرمون اسمه IGF-1 اللي ممكن ينتقل من الملك للهيومنز بسبب ان المعده ما بتعملوش دايجيشن وممكن ده الاكوميليشن بتاع الاي جي اف 1 ده الهرمون الاكوميليشن بتاع الهرمون ده في الجسم ممكن ان هو يعمل تايبس اوف كانسرز يعمل جروينج التايبس اوف كانسرز زي مثلا بريست كانسر وبروستيت كانسر اند كولون كانسر. تمام. ثالث حاجه معانا اللي هي الالرجيك رياكشن. لو مثلا في كروب عنده الرجن يعني عنده حساسيه، لو في ناس عندها حساسيه من كروب معين وانا جيت عملت جينيتيك ليمودفايد كروب وخدت التريت اللي انا عاوز اعملها فيه الجين المسؤول عن التريت دي من 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 كروب عند مثلا الرجن، ممكن الالرجن ده يتنقل مع الجين المسؤول عن التريت دي للكروب التاني اللي انا عملت له جينيتيك انجينيرنج. مثال a study by the New England Journal of Medicine showed that when a gene from a Brazil nut was engineered into soybeans. يعني لما خدوا جين من البرازل نوت حطوه في الصوي بينز عشان يحصلوا على تريت معينه في الموجوده في البرازل نوت people allergic to nuts had serious reactions to GE products. عندهم serious reactions او allergic reactions للجينيتيك انجينيرنج برودكتس. جي ام او برودكتس دونت كام ويز ليبلز، يعني ما بيجيش عليها ليبلز بتقول لك ان دي جي ام كروبس. Therefore most people don't know what to avoid. GM food might be making new allergens. يعني الجي ام فود ده ممكن يعمل new allergens ازاي؟ لان every time a bacterial DNA is added to a new organism، يعني لو انت كل ما انت تضيف bacterial DNA للorganism a completely new type of protein is produced. يعني new type of protein حصل له production. ازاي؟ لان انت لما حطيت البكتيريال دي ان ايه ده جوه الاورجانيزم فبالتالي انت حطيت كودز جديده او سيكونس اوف نيوكليوتيدز جديده جوه الدي ان ايه بتاع الاورجانيزم ده، فبالتالي انت عملت سيكونس تاني جديد فبالتالي في بروتين تاني حصل له برودكشن. لما تيجي تعمل للكود لما تيجي تعمل كود لسيكونس موجود فيه البكتيريا الدي ان ايه ده ممكن او مش ممكن هو هيديك لما تيجي تعمل عمليه ترانسليشن هيديك بروتين معين، فالبروتين ده ممكن ان هو عنده احتماليه يعني ان هو يعمل a new type of allergen يعمل نوع من حساسيه تانية جديده. واخر حاجه معانا اللي هي antibiotic suppression. ايه هو الانتيبيوتيك سبريشن ده؟ ان البكتيريا ممكن تبقى كومبليتلي اميون تو انتيبيوتكس، لان من كتر ما انا بعمل انجكشن للانتيبيوتكس بحقنه مثلا او حاجه ان انا بعمل انجكتنج الانتيبيوتيك جوه جسم الانسان كل ما البكتيريا تتعرض ليه اكتر واكتر، كل ما تتعرض للانتيبيوتيك ده والانتيبيوتيك ريزيستنت جين كل ما تتعرض له اكتر كل ما هي في الاخر هتعمل ديفلوبنج الانتيبيوتيك ريزيستنس يكون عندها ريزيستنس ضد الانتيبيوتيك ده، فبالتالي مش هيكون مؤثر على البكتيريا. Normally different species of bacteria don't transfer genes with each other. يعني ال different species of bacteria ما بتعملش transferring الجينز مع بعضها، بس ممكن تعمل transferring للجينز مع الأورجانيزم ده، فهي ممكن تاخد الانتيبيوتيك resistant gene من الفود.
فبالتالي هي ممكن تعمل ديفلوبنج للريزيستنس اللي هي بتكون ضده. تمام، وبكده احنا خلصنا اول ليرنينج اوت كام في المنهج بتاعنا، وان شاء الله السيشن الجايه نحكي عن ليرنينج اوت كام 2 اللي بيتكلم عن الدي ان ايه سيكونسنج والجين كلوننج والريستريكشن انزيمز، وهنتكلم بكل استفاضه عن ازاي ان احنا ممكن نستخدم بكتيريا ان احنا نعمل لايف سيفنج ميديسنز، وحاجات كتير جدا نتكلم عنها. والجزء الثامن من ال او 2 هنتكلم عن فيه عن الميتوزس ان شاء الله. اشوفكم السيشن الجايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.